السلام عليكم اخواتي، كراكم دايرين؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير. نتمنى الصحه والعافيه للجميع يا رب. اليوم ان شاء الله جبت لكم حلوى من حلويات الزمن الجميل اللي كانوا يحضروها امهاتنا. جبت لكم وصفه، يعني لا غوسيت تاع ماما، ربي يحفظها لي ويطولها في عمرها. هذه الحلوى كامل نبغوها كبار وصغار، حلوى سهله واقتصاديه. اذا عجبكم الفيديو تاعها اليوم ما تنساوش تخلوا لي جيم، تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس هكذا توصلوا بكل ما هو جديد على القناة. الطريقة سهلة، الوصفة ناجحة ومضمونة 100%. نتمنى ان شاء الله تتبعوا الفيديو من الاول الى الاخير وتستفادوا. نبدأ بسم الله على بركة الله في المكونات تاع هذه الحلوى. هنا عندنا 250 غرام تاع مارغارين تكون بحرارة الغرفة، درت معها رشة تاع الملح. هنا نحتاج باتاغون تاع البانان او الموز، عندنا سكر ناعم، نشا الذره او المايزينا، لافاني، زوج حبات تاع بيض، علبه خميره كيميائيه. هنا اول حاجه ندي السكر الناعم. هاد الحلوى ما تجيش بالسكر العادي، لازم سكر غلاس ولا السكر الناعم. ندو كاس، الكاس اللي عبرت به كاس يرفد 240 مليلتر. ندي كاس تاع سكر، السكر تاعكم اذا كان فيه الحبيبات غربلوه، اذا كان صافي يعني ديريه مباشره على المارغارين تاعك. هاد الحلوى تبغي تخدميها بالباتير كيما تجي تخدميها بكف اليد ولا بالخلاط اليدوي. هنايا غادي نضيف لافاني، نديرو كميه مليحه تاع لافاني باه تجيكم الحلوى تاعكم معطره وبنينه. هنايا الوصفه يعني تاع بكري كانوا يديروا عطر الموز، ما كانش كيما دروك حنا عندنا هاد لي باتاغوم، كانوا يديروا لهداك السائل اللي يجي قرعه هكا فيها، راكم تعرفوها راهي كاينه دروك، لكن دروك انا فضلت اني نغير فيها شويه، درت الباتاغوم باه تجيني نكهه مركزه ومام يعطيني لون. انتوما اذا ما كانش عندكم هذا ديروا زوج مغارف تاع اكل من عطر الموز العادي اللي نشرو، هذاك اللي يجي كيما الماء، يجي شويه خفيف، هذا ثقيل. نضيفه هنا للعجينه تاعي او على المكونات تاعي. انا هنايا راه على الكمال صافي درت في نص رطل دهان، درت تقريبا مغرف تاع اكل. من بعد نخدم هذه المكونات بالخلاط اليدوي ولا بكف اليد كيما تبغي على حساب الامكانيات اللي متوفره عندك. نخدم مليح المكونات حتى نتحصلوا على مرهم، ندخلوا كامل هذيك المارغارين في السكر ونخدموها مليح مليح كيما راكم تشوفوا. هاد الحلوى كشغل تجي كيما لي بتي فوغ لكن بطريقه اخرى، وكيما قلت لكم يعني الجيل الذهبي يعقل على هاد الحلوى مليح مليح، لانه كانوا يحضروها امهاتنا بزاف في الاعياد والمناسبات. هنا خلطت مليح المكونات تاوعي بالمضرب اليدوي. من بعد نتحصلوا على هذه الكريمه كيما راكم تشوفوا. نضيف هنايا زوج حبات تاع البيض اللي يكونوا كاملين. هنايا طبيعه الحال انا في فصل الصيف دائما نقولها لكم، لانه انا جعل من خطره صرات لي هذه الغلطه، البيض اذا ما كنتيش متاكده منه ما تديريش مباشره فوق الخليط، حطيه في اناء ولا فرغيه على العجينه تاعك. هنا نعاود نخلط بالمضرب اليدوي، نستمر في الخلط بهذه الطريقه حتى يدخل البيض مع هذيك المارغارين. هنايا كملنا بالخلاط اليدوي. الان شندير عندنا المايزينا. هنايا العلبه هذه فيها 400 غرام، انا غادي نستعمل 500 غرام، يعني راني وزنتها فوق هذيك 400 زدت 100 غرام. وهنايا ممكن تدي لك رطل تاع المايزينا، ممكن تدي لك رطل و50 غرام ولا 60 غرام او 480 غرام ولا 490 غرام على حساب حجم حبه البيض. مرات يكون البيض كبير يدي لك المواد الجافه بزاف. هنايا درت المايزينا، درت 10 غرام تاع خميره كيميائيه ما يعادل علبه، ونبدا نلم في العجينه تاعي. العجينه نتحصلوا على عجينه تكون طريه كيما عجينه الصابلي، يعني ماشي تتلاصق، من بعد كديريها في الفرن تذوب لك يخسر لها الشكل، وماشي يابسه كي تجي تخدميها ما تعذبك. يعني في دوك تشوفوا معايا القوام تاع العجينه. هنا نستعمل يدي ونبدا نجمع في العجينه تاعي بالمايزينا، ما نحتاجوش الفرينه نهائيا، هاد الحلوى تنخدم غير بالمايزينا. هنايا كما انا الحبات تاع البيض اللي خدمت بهم كانوا كبار، زدت لي رطل تاع المايزينا وزدت فوقه 80 غرام، لانه حبات البيض اللي خدمت بهم كانوا كبار، يعني
المايزينا ترجع لحبه البيض. هنا سمحوا لي لا طولت عليكم، لكنني نحاول نشرح باه ان شاء الله اذا جربتوا الوصفه تنجحوا كامل فيها. هنا نبدا نضيف في المايزينا ونجمع في العجينه تاعي بلا ما ندلكها، غير نعجن او نلم عفوا، ونتحصلوا على عجينه كما قلت لكم تكون طريه. وهذه الكميه تاع المكونات اللي عطيتهم لكم غادي تعطيكم حوالي 35 حبه تاع كاطو حتى 36، يعني ممكن توصلي حتى 38 اذا ما كبرتيش الحبه، لكن انا درت الحبات كوميم جاو شويه كبار، صافي طاتني 36 هكا حبه، لانه ما عرفتش نحسب بما تلاخروش عليا، لانه بعد ما طيبت الكاطو خليته يبرد صدتهم كلاو لي منه، هما حسبوه مورانغ كلاو منه، صافي ما قدرتش الحساب شحال داو. المهم في حدود 36 37 تعطيها لكم هذه الكميه. هنا غادي نلم العجينه تاعي، من بعد نعاودو نرجعو تشوفوا القوام تاعها كيفاش داير. هنا كيما رانا نشوفوا لميت العجينه تاعي، العجينه تاعنا تكون طريه كيما عجينه الصابلي. هنا ديت جايب حلواني درت فيه لادوي، هنا لادوي اللي تبغوا ديروها كيما تبغوا تستخدموا مباشره بهذيك لادوي، يعني هذاك اللمبوط الصغير راه يتباع يعني 100 دينار تخدمي به، يعني كيما الطريقه التقليديه تاع بكري، لكن انا سهلت لكم درتها في جيب حلواني تعطيكم تحكم اكثر في العجينه عكس ما ديري بلادوي مباشره. هنا نحاول نخوي الهواء كامل من هذيك لابوش اللي دايره فيها العجين، وديت هنايا بلا فرشته بورق الطهي كيما ممكن ترشي غير الفرينه ما غاديش تلصق لك، وديري هنايا ورود تبغي تكبري الحبه كبري، تبغي تصغريها شوفوا كيما هنايا كبرت انا الحبه، هي ما عندهاش مقياس، ديري وردات وصاي تبغي تكبريهم كبريهم، تبغي تصغريهم صغريهم، فقط ديري بعين الاعتبار باللي غادي راكي دايره علبه خميره كيميائيه بعدي بيناتهم لي سباس. هنا شعلت الفرن على من 150 ل 160، ما تبغيش هذه الفرن حامي بزاف لانه ما لازمش تتحمر، لازم تبقى شويه يعني لون ذهبي فاتح، وكي تقلعيها من الفرن ما كان لها توشيها، خليها حتى تبرد نهائيا عاد باه نخدموا بها لانه تكون هشيشه وتتكسر لك. انا غادي نكمل وندخل الحلوه تاعي طيب ونخليها تبرد ونعاودوا نتلاقاو ونشوفوا التزيين. هنا الحلوه تاعنا بعد ما طابت، هذا هو الشكل تاعها امامكم كما راكم تشوفوا فيها، خليتها طابت خليتها تحمرت غير شويه باه ما تجينيش هكاك بيضه. هنا يديت كونفيتير تاع المشمش ولا المربى، وهنا ديت جوز الهند، كاين اللي يديرها في الكاوكاو، كاين اللي يديرها في الكاوكاو بقشور، وكاين اللي ما يديرلهاش النوات كوكو، كاين اللي يديرها في الشيكولا، كل واحد والاختيار تاعو. هنايا نديت زوج حبات نديرو كميه مليحه تاع كونفيتير ونعاود نغطي بالحبه الاخرى، وهنا على الحواف ندير الكونفيتير ونديروها في جوز الهند كما راكم تشوفوا. انا يعني اكره ما اكره هذه الخدمه، نبغيش هذه تاع تشدني لانه في اليد. انا درتها في النوات كوكو لانه كما تعرفوا المذاق تاع الكونفيتير مع النوات كوكو يعطيكم مذاق رائع، حاولوا يعني الحبات يكونوا تقريبا كامل كيف كيف هكا باه تجيكم ما تنغبنوش كي تبداو تلصقوا، تسيبوش وحده كبيره وحده صغيره. شوفوا الشكل تاعها كيفاش يجي، نخليهم ينشفوا هنايا جانبا ونكمل كامل الكميه اللي عندي تاع الحلوه، من بعد نوريها لكم جاهزه ان شاء الله في صحن التقديم. هنا الحلوه تاعنا راهي جاهزه، هذا هو الشكل النهائي تاعها كما راكم تشوفوا، يعني صدقوني تجي بزاف بنينه. انا هنا درت الحبات كبار، نتوما تبغوا تصغروهم صغروهم، تبغوا ديروا التزيين على حسب الرغبه تاعكم، لكن هذا هو التزيين تاعها الاصلي. هنا شوفوا الحلوه كيفاش جينا تذوب في الفم، نتمنى ان شاء الله تجربوا هذه الوصفه وتردوا لي خبر في التعليقات، وصفه اقتصاديه تعطيكم كميه كبيره. ونقول لكم راني محتاجه للدعم تاعكم، دعمكم للقناه، اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس، ويعني وخلوا لي جنب هذا لا فيديو بارطاجيو مع الناس اللي تعرفوهم هكا باه تكبر اللمه وتكبر القناه. نقول لكم الى الملتقى ان شاء الله مع وصفه جديده وفيديو جديد. سلام.